اس 23. بجد هي لعبة حلوة و هي في حاجات كتير عجباني جدا فيها. وادي ده التيم مانجمنت بتاعي، نزل فيها روبرت ليفاندوسكي، وادي اللاعب ده معايا، وادي ده، وادي صلاح، دي براين، كانسيلو، مودريتش، روبرتسون، راموس، ماركينيوس، الكسندر، مندي، رونالدو، بابا، بنزيما، نيمار، موني، جريليش، جريزمان، فيرمينو، فرنانديز، حكيمي، وادي كورتوا. وادي ده شكل المدرب بتاعي، اهو اهو اهو. وادي دي اللوجو بتاعتي، وهوريكو برضو الكيتس بتاعتي. ودي نسيت اقولها خالص دي ان انا شكل برضو اللعيبة اتغير، ده شكل ليفاندوسكي وصلاح. لو انا دخلت على التريننج واتدربت، الفري كيك بقت مختلف خالص، انتوا هتشوفوا لفة ما بتتلفش، هاي فري كيك، بصوا النبي بتتلف ازاي. انا لعيبة بص فين، بص بتتلف بتلف، انا بص اللي هلعبها هنا بس، لا مش كده برضو، وفي ايه مالها. وفي ايه، بص بتلف ازاي، شفتوا بتلف ازاي يا جماعة، صعبة قوي دي. ما علينا، عامة كل حاجة بقت حلوة فيها و فيها التشالنجز زي كل حاجة يعني. ده ايه دي، ايه ده، ده عايز ايه يعني، عايز ايه يعني، ده ماله، سيبك يا عم. ودي كده اما تخش هنا هيجيب لك بقى كل الكلام اللي انت كسبته ايه ده، انا في المركز التاني، تصدق بقى ما علينا. وادي بس ما انت جايلي، وهي لعبة بصراحة حلوة، ده فريق كامل ليفاندوسكي. يا لهوي، وفي ايه بقى، ماشي تعالوا نعمل هذا السكاوت، ماشي يلا بقى نلعب ماتش. وبلاش بلاش، انا بس هوريكم بس الامكانيات بتاعتها. ادي ماي كلوب، وادي الكيتس اللي انا حاططها، محمد صلاح اهو. بس والله دي لسه 23، دي نفس اللوجو اللي انا كنت حاططها على فكرة، جوارديولا واللوجو، ودي اللعيب.